تسارعت في المرحلة الأخيرة عملية تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق: منطقة شيعية جنوب العراق، منطقة كردية شمال شرق العراق، ومنطقة سنية شمال غرب العراق. وقد ساهم بتسريع عملية التقسيم توسع داعش من داخل سوريا إلى داخل العراق. أما سهل نينوى مركز تقل الأقليات فلطالما شكل منطقة صراع. الأكراد يجدون فيه خط دفاع أمامي عن إقليم كردستان، فيما العرب السنة يعتبرونه رئة منطقتهم الخضراء الذي يحوي أيضاً على أبار للنفط. يضاف إلى هذه المخططات الجيوسياسية والأطماع الاقتصادية استقالة الحكومة المركزية من مسؤولياتها في هذه المنطقة ورفض الفكر الداعشي لأي اختلاف، فوقع سكان هالمنطقة الأصليين من المسيحيين سوريان وأشوريين وكلدان والأزيديين والشبك ضحية الفكر الإلغائي. مكونات عراقية أصيلة تتعرض في القرن 21 إلى إبادة جماعية أمام منظار العالم، والعالم لا يرف له جفن. هذا عار على الإنسانية حقيقة. السنة أو الشيعة وكذلك الأكراد وكذا حتى إخواننا التركمان، هناك دولة أن دول يعني يساندونهم علنا، ولكن نحن المكون الذي نتهم بأننا نفس ديانة الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن هناك هم ينظرون إلينا وبدم بارد بصراحة يتعاملون مع قضيتنا مع الأسف. حقيقة الحالة أصبحت مسؤولية المجتمع الدولي بعد فشل الحكومة الاتحادية في العراق في حماية مواطنيها وانهيار قوات البشمركة وانسحابها من مناطق الصراع في سهل نينوى، مما ترك يعني مئات الآلاف من الناس بدون غطاء أمني في المنطقة وتحت رحمة الإرهابيين. فبالتالي مسؤولية أصبحت مسؤولية المجتمع الدولي. نطالب حقيقة بإنشاء منطقة آمنة تحت حماية دولية في مناطق سهل نينوى، حالة ملحة وعاجلة من أجل عودة هؤلاء الناس إلى بيوتها وإلى أراضيها إلى مساكنها. ولكن هناك على الأرض نتلمس الحماية، نتلمس طرفا من الحماية الدولية، أي ضرب الطائرات لمواقع العدو أي مواقع داعش، هذا من الممكن هي البداية لنهاية الحالة المأساوية التي يعيشها شعبنا.